رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن افتتاح قصر ثقافة العريش ويؤكد على أهمية الحفاظ على الهوية. القوات المسلحة تواصل أعمال تطهير وتعقيم لعدد من المساجد الكبرى خلال شهر رمضان المعظم. وتونس تكشف عن خلية لتمويل العناصر الإرهابية وتلقي القبض على عدد من عناصرها. الثانية ظهراً 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريراً من الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بشأن افتتاح قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك بعد إنهاء أعمال الترميم والتطوير به. أكد رئيس الوزراء أن افتتاح قصر ثقافة العريش يعد أحد المشروعات المهمة والهادفة في مواجهة التعصب والحفاظ على الهوية، وذلك إلى جانب بناء شخصية الأجيال الجديدة في هذه البقعة التي تشغل مكانة خاصة في قلوب المصريين. واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومي في رمضان، وذلك من أجل تجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث قامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير الوقائي لعدد من المساجد الكبرى، والتي تشهد إقبالا من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم. يأتي ذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. أعلنت السلطات التونسية الكشف عن خلية لتمويل العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها. أوضحت السلطات التونسية بأن المتهمين اعترفوا بإيصال تمويلات أكثر من 15 عنصرا إرهابيا. أعلنت وسائل إعلام عراقية استهداف رتل عسكري تابع للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين قرب العان الناصرية. على صعيد آخر، أيضا ألقت السلطات الأمنية القبض على 13 عنصرا إرهابيا، وهم ينتمون لتنظيم داعش في محافظة نينوى. وذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق إن المقبوض عليهم توزعوا بصفة مقاتلين في مجموعات منضوبة تحت ما يسمى بالمعسكرات العامة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي بأن الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك زورق والمسير عن بعد، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك. وأضاف بأن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة من أجل معرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية ولتحديد الجهة التي تقف من ورائها. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بأن موسكو ستفعل ما يلزم لضمان أمن حدودها. واعتبر شويغو أن نشاطات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأوروبا تساهم في زيادة التهديد العسكري. وكشف المسؤول الروسي بأن بلاده وطاجكستان قررتا إنشاء نظام مشترك للدفاع الجوي. وختاما نحيط علم سيادتكم بأن تردد إكس نيوز الجديد هو 11785، أما معدل الترميم فهو 27500 ومعامل لاستقطاب رأسي. أشكركم حسن المتابعة وإلى اللقاء.